يا ما شاء الله يا ما شاء الله، هذا وقت اللزوم صح؟ ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه، الله يعطيكم العافيه. الظاهر كنت ابغى نسوي لكم سباق انت وهنا. خلاص الحال طيب، شلون؟ شلونك؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله 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 على الشغل، ما شاء الله ما شاء الله عليكم. يلا يلا سمحه سمحه طلعها، هر هر هنا، يلا يحطها هنا اول عام الاول. يا ما شاء الله يا ترتيب، يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. شو حطيتي؟ شو هيدا شو هيدا الترتيب؟ ضاعت هرهر فوق فوق هذي. يلا حطها على سمحه، هي بطل يا بطل. اول شيء كذا، اول شيء كذا نبوك. طب اسمع اسمع، اول شيء تحط ايش؟ كلي. اي اول شيء تحط لها شكل مفهمه صح؟ يلا ارفع طويله، هاي ساعدناك. هيا انت اصلا عارف المفروض انك وين تحطها؟ تلجمها وين؟ سمحه تلجمها عند المعلف هناك صح؟ ايه. يلا طيب زبط هذه، امسك امسك هاي. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا ما شاء الله يا ما شاء الله، سوف يطرح البركة يا رب يا رب. يجيك ولد مو نونو. قول يا رب مهرة. مهرة يا رب. وش تتوقعون، مهرة ولا مهر؟ اثنين اللي قبل كل هنا مهر، إن شاء الله أن الثالثة مهرة بإذن الله يا رب. أحسنت أحسنت يا بطل. ايه وش تقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ها يلا توكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اكون بقرة سعيد صغير. اليوم متواجدين في المربط وكما عودناكم في فيديوهاتنا الجميلة البسيطة. اليوم سامحة وكرم ما ردناها غير من ورا الصف منا، سرحات يبيعدني ذكريات الطفولة. يلا يلا حرك اطلع، هيا تطبيق تجمع نانك وتحرك، تحريك يمين يسار فقط بدون صوت وبدون دك. يلا سعد حاول هنا قبل تطلع، عشان اذا صارت عندك فرصة بتطلع الميدان. هيا يلا. لا لا ما يعورك ذا، شعر على طول ترى. ورنيه ها ما يجي قبلي، رح يلا. ما شاء الله تبارك الله يا هلال، زبطت العلف؟ ايه يلا بروح اشوفها الحين. ها خلاص طبيه فيه ايش؟ طبليه خشب. ايه خشب طبليه، ما ادري والله فيه ولا ما فيه، ما ادري والله ما ادري فيه ولا ما فيه. ها 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 ممتاز يا ولد، ما شاء الله تبارك الرحمن. انا واحد من هذا اكيد اكيد. اي والله انك مزبوط يا هلال. هنا 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 امسك، هنا امسك، هنا امسك. على هلال انت بس، انت ميمي يا هلال. على طول يجي مية مية يا هلال. باب كله مزبوط. اي والله انا مزبوط. شوف هذا باب ما في مشكله، وهذا برضه انا باب. شوف تمام التمام. ايوه هاي تمام التمام، خلاص كويس. زود لي علف سمحه سمحه، خلاص الحين ممكن باقي 2 شهر ولد ولا اقل من 2 شهر. ايوه لازم علف زياده. علف زياده؟ ايوه لازم علف زياده عشان بزوره يجي كويس. خلاص هذه ما مر عليها بت، احنا بنصورها لكم. شوف شوف ابي يجي يجي لا لا ما احنا شايلين، يجي على طول هنا. خله خله ما احنا شايلين. هذا من كسره البوني ذا، انظروا حاطينه بالشبكه. ها
كسر لازم هذا هو ضعيف هذا حسن على طول كيف يسوي؟ حد بالله كيف يسوي هذا؟ يا هلا ما عندي شغل ما شاء الله الحكت السوداء قديمة عمر ها؟ عمر أمجد وش به؟ عمر وأمجد؟ أيوه هذا مكينة بعد جديد لا لا هذا والله أنا كتهوي له لا هذا من اللي بيجي صالح تعال هنا شوف حكره بطل الله البوني بيروح لابو عوام عند التشبيه للبنيه حقته ابشركم ما فلت اجابات لها بنيه صغيره ايوه ما هو على كيفك يا تعبان تحسب الدنيا على كيفك لا يلا روح شكرا بالنور ها يلا روح قدم عرفت تعصق له انتبه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يلا 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 جيب البوني يلا يلا حملوه حملوه لابو عواب ها بتودي وش يلا جرب ركبنا البوني يلا الله الله اللهتك لا تسوي ازعاج عند الناس خلك ولد ها اي لا رعي ما هو بايع هيا تقفي واه يا قلب ليسه كسر بس طالع في والله عاد اني مو بدي اقرب الكاميرا زياده عشان توضح لكم عشان الجودة تصير جيدة بسم الله شوف يكمل الحين انا ودي اني اكمل ما ودي اني اوقف ان شاء الله نكمل ان شاء الله لا تشطح ايوه احسنت سلوم بسم الله راح من ورا السياره راح عادي تعال تروحين لا تروحين لا طيب ما فيك شيء شوفي انت بدك خشمه عشان اطرح تساعد تعوذ من البليس يا رجال تعوذ من البليس لين دق خشمك انا هذا الذيب حصل له فقشه بسيطه الامور سهله لا نبي يقول لازم تخليه ابو ساعتين ساعه كذا عنده ويبي يسوون له اشعه تلفزيونيه طيب ان شاء الله امور زينه وين اشعه تلفزيونيه من هذه إيه لازم يسوون له عشان يتطمنون على البطنيه والكبد مؤازرين للشيخ لا الامورك سهلات وطيب انت تسر وجهك الشان هذا فكه وقفل تقول لا تبكي العطا كبره هو قفل ما هو سعد اللي يبكي انت اللي تبكي الظاهر لا انت اللي تبكي ولا سعد ما يبكي عرفت؟ ما انت اللي تبكي سعد مو هو اللي أبكنت خاف شكرا طق طق عليه حبك فرامل مستحب فرامل؟ اي فرامل
حسيت فيها لسه ما سويت شيء. هو ما اعطى كبر للحين باقي. اخصياء يا خواف يا خواف للحين ما اعطى كبره. شد يده شد يده. انت مثل البوني ما نقدر نصيد الوريد حقك. ذكرياتك في المستشفى دي وش تقول؟ طب المستشفى خلي طول اصبعك؟ اي طول اصبعنا. يلا سهلات كل شيء باجره صح؟ ايه على طول سهلات. هذا علقنا له رنقه رجل. ترى احنا هو يسوي الخيل رنقر هو الشباب. خايف خفايف يا الامير قدامك العافيه. بسيط اخذت لك مسكن والحين تاخذ مغذيه وتحط لك غرزتين بسيط زي اصبع بتاع. ونزبط سامحه وانت بتزبطها انت. بالعكس احنا ايش نقول؟ انت وش انت لها وانت كفو. ما فيها حد يركب من خيل يضيع وانت البطل وكل شيء بتدبير الله سبحانه وتعالى صح ولا؟ ايش اللي صار معك يا الذيب؟ ايش اللي تأكد يجيك شطك دعم كانت داعس اللي تعطيك على سارة. طبعا ما يزحلق قلت لك رؤية والله رضخة قوية بس الحمد لله انك طيب. انت بطل ما جلدها اخي. هو المفروض هذا يتعلم منك. المفروض سعد يتعلم منك. لا تصير مدرب وعذابهم يا ولدي يا عذابهم من التدريب. ما خرب طبع سامحه غير انت. اي والله انا ما خرب طبع سامحه غير انت. من اللي خرب؟ مين؟ رعد. لا والله ما هو رعد. والله من رعد وين يركبها؟ اكثر واحد يركبها انت يا هامل. حتى الله يا اللي من قايل لك بس ابعلمكم على التحفه ذا. يوم شاف الجهاز هذا قلنا بنسوي اشعه لسعد. ايش يقول؟ قال هم الحين بيشوفون في ورع ولا ما في ورع. يا مال اللي اللي شوف يقول كل شوي بالمستشفى ينظر. اشوف الطفل. سامحه وش تقول هناك؟ تقول تم الاصابه بنجاح؟ تفضل انت شيله. لا حط على الجهاز هنا ما لك شغل بس حط على الجهاز. ها؟ تقعد تشرب قهوة الحين سامحة متكي تاكل علقتها. وتقول تم الإصابة بنجاح. تم البيع بنجاح. لا 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 والله الزعل والله الزعل. وش ذكرك الرنقر فيه؟ بالله وش ذكرك فيه؟ البول يوم الاهتمام يوم عطنا سبرنت. نذكرك متعلق لك وقت السباق. ايه الحين احنا نعلق لك. يلا يلا بس جهزوا الميدان. مور تروح كنتر من هنا لعقده. لا انا يرجع سبرنت فتح. خاف تشطح يسار. ايش تقول؟ صدتني وانا اصورك؟ سعد اخذ الغطه يقول لي بهبه. سعد ليش نايم؟ ما يصلحك يا وليد ان شاء الله. عمي اخويا الحمد لله على سلامتك. طيب انت عافي ولا عليك خلاف؟ يلا اطلع السياره هيا.